موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعتذر للإخوة عن التأخر، ولكن نرشد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف حفظه الله في مكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والامراء، قال: الكتاب الى المقوقش ملك مصر. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى جريج ابن متى الملقب بالمقوقش. اسم المقوقش جريج او بنيامين فيه اختلاف بين المؤرخين، ولا كبير فائده في ذلك. قال: الملقب بالمقوقش ملك مصر والاسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقش عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في بعض النسخ اسم القبط، ولعله أقرب، الله أعلم. والقبط هم أهل مصر، سكان مصر، على أي ملة كانوا. هذا اسم جنس وليس اسم لأهل ملة، كالحبشة اسم جنس لمن سكن الحبشة، وكذا السودان والروم، منهم المسلم ومنهم الكافر. فكانوا على دين النصرانية بعد تحريفه، وقد سبق الكلام على فائدة البداءة في الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، من تذكير القارئ والسامع بأهم ما يلزمه في حياته، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فالله هو الإله المعبود وحده لا شريك له، والرحمن برحمته العامة للخلق كلهم الذين لا يستغنون عن رحمته ظرفة عين، والرحم الرحيم الاسم الدال على رحمته الخاصة بإرسال الرسل وإنزال الكتب والهداية إلى التوحيد والإيمان والدين. وفي بداءته صلى الله عليه وسلم بنفسه بوصف العبودية لله عز وجل من التواضع لله سبحانه وتعالى، ونفي أي شبهة يمكن أن يتعلق بها أهل الضلالة في أنه يريد تعظيم نفسه عليه الصلاة والسلام، أو كما ادعوا أنه يريد أن يدعو إلى عبادة نفسه. فبدأ بوصف نفسه بالعبودية، ثم بالرسالة لوجوب طاعته ومتابعته عليه الصلاة والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عظيم القبط، مراعاة لحاله دون مجاملة على حساب الحق، سلام على من اتبع الهدى. هذا هو المتبع في بداية أهل الكتاب والكفار عموما، بما فيما يخاطبون به بما يشبه التحية وليس بالتحية، فإنه ينهى عن بدئهم بالسلام مشافهة أو كتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيقه. فيمكن أن تبدأ مكاتبتهم وكذا مشافهتهم بما يشبه التحية وليس بتحية كما ذكرنا، لأن التحية فيها إكرام، وقد خرجوا عن استحقاقه. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني يدعوه بالدعوة إلى دين الإسلام. أسلم تسلم، أي في الدنيا والآخرة.
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن أهل الكتاب إذا آمنوا فقد تفضل الله عز وجل عليهم بأن يضاعف أجرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. وهذا في من آمن بنبيه، كيف يقال إذن في من كان كافرا؟ فإن هؤلاء القبطي كما هو معلوم على من مذهبهم على مذهب تأليه المسيح صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به ولم يوحدوا الله عز وجل. نقول إذا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد رجعوا إلى الإيمان بنبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى الحق وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الله عز وجل أنه يضاعف الأجر لمن شاء من عباده. فالصحيح أن أهل الكتاب يؤتيهم الله أجرهم مرتين إذا أسلموا، وذلك ترغيب لهم في الإسلام حتى ولو كانوا كفارا على غير التوحيد قبل ذلك، فإنهم يؤتون أجرهم مرتين إذا رجعوا إلى الإيمان، والله أعلى وأعلم. نقول ذلك لأن أهل الكتاب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فتبين، وقال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتبين بذلك أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وذلك حسب اتباع ما أنزل إليه من التوراة والإنجيل. فمن آمن بنبيه ووحد الله عز وجل ولم يكذب أحدا من أنبياء الله سبحانه وتعالى إذا وصله خبره، كان موحدا مؤمنا، كان إذا عمل الصالحات مع إيمانه ناجيا عند الله، له أجره عند ربه. ومن كفر بنبي من الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأولى بعد بعثته فقد كفر به جميعا. وكذا من أشرك بالله عز وجل واتخذ لله صاحبة أو ولدا ونسب الألوهية إلى أحد من الخلق واتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله فهو كافر حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن كان مثلثا ومن كان معتقدا ألوهية المسيح كان كافرا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به ازداد كفرا إلى كفره. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ خبره لا يقبل من أحد أن يكون مؤمنا ولا ينفعه إيمانه إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. وذلك لأنه هو الذي أضلهم وهو الذي دعاهم إلى عدم الإيمان، فيكون إثمه على من دعاهم إلى الضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزاره شيئا. وذلك دليل على أن عليهم إثم رغم أنهم مقلدون، ففيه رد بالغ على من يدعي أن أهل الملل المقلدين معذورون عند الله عز وجل، وأنه لابد أن يكون معاندا حتى يكفر. هذا من أبطر الباطل، بل أكثر أهل الملل من المقلدين المتبعين لكبرائهم ورؤسائهم، فعليهم إثم وعلى رؤسائهم مثل إثمهم. ثم هذه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقد سبق شرحها.
وهذه الآيات التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وختم بها كتابه دليل على أهمية استعمال أدلة الكتاب في دعوة أهل الكتاب، استعمال أدلة القرآن، فإنها النور الذي يهدي به الله عز وجل من شاء. فهذا أمر مجرب معلوم أن لآيات القرآن العظيم أثرا هائلا في نفوس من يسمعها، فمن أراد الله هدايته نفعته آيات القرآن وهداه الله بها. وفيه دليل على تمكين أهل الكتاب من بعض الكتب التي فيها آيات، إنما ورد النهي عن السفر بالقرآن بالمصحف إلى دار الحرب حتى لا تناله أيديهم، فالذي ورد أن لا يمكن منه الكتاب العظيم القرآن المصحف. وأما كتاب كتبت فيه آيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلمصلحة دعوتهم إلى الله عز وجل يمكنون من تناول هذه الكتب، ويصح لهم قراءة هذه الآيات وهذه الأذكار رغم أنهم على نجاسة عقادية، وكذلك هم على جنابة حسية لم يتطهروا ولا ينفعهم التطهر. واحتج ابن عباس رضي الله عنه بهذا الحديث، يعني بحديث رقل ثابت ومثله هذا الحديث، على جواز قراءة الجنب للآية، لأن القبط وغيرهم على حال الجنابة لا يصح لهم غسل حتى يسلموا، وصح أن يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، وصح أن يقرأوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فدل ذلك على أنه لا يحرم على الجنب قراءة الآية، وإنما ورد النهي عن مس المصحف، وهناك فرق كما ذكرنا بين المصحف وبين الكتب التي ذكر فيها بعض الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا في المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا ليس مجملا كما ظن البعض وإنما هو مطلق، والإطلاق يقتضي أن لا يوجد نوع من مخالفة الطهارة لأي شيء. فلا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر في باطنه بالتوحيد، وطاهر في ظاهره بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر على إطلاق الحديث كما ذكرنا هو في معرض البيان. فهذا الحديث لا يدل على جواز مس المصحف للجنوب، وإنما يدل على جواز مس كتاب فيه أذكار وفيه آيات، ودليل على جواز القراءة، ولذلك كان الصحيح جواز القراءة من غير مس المصحف. الله أعلم. قال واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه إنه كان قبلك رجل، إنه كان قبلك يعني فرعون، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه. سبحان الله. فانتقم به من قومه المجرمين الفاسقين الذين خلطه عليهم، وابتلى به عباده المؤمنين ثم انتقم منه عز وجل. وهكذا ينتقم الله بالظالم من ظالم ثم ينتقم منه بعد ذلك. قال فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، الكافي به الله فقد ما سواه. إذا فقدت شيئا بسبب الإسلام فالله يكفيك بهذا الدين عن فقدك أي شيء. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس
فكان أشدهم عليه قريش. فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منهم النصارى. والمقصود بالنصارى الذين كانوا أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما نص القرآن هم الموحدون، كما كالنجاشي الذي آمن لما بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عقيدته في عيسى قبل ذلك في النبوة وليست في الألوهية، كما قال فورب الأرض والسماء ورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، يعني قمع ثمرة، أقر بأن عيسى عبد الله ورسوله كما دلت الآية الكريمة على ذلك. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه النصارى، أي نصارى؟ الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النصارى المؤمنون الموحدون قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا به كانوا أقرب الناس إليه. أما النصارى المثلثون المؤلهون للمسيح الذين يقولون اتخذ الله ولدا، فقد دخلوا في أعدى الناس في الذين أشركوا، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هؤلاء هذا النوع منهم دخل في قول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكذلك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هؤلاء دخلوا في الذين أشركوا، ولذلك تجد هؤلاء من أشد الناس عداوة ويتمالؤون مع اليهود على المسلمين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركتها ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. هذا أمر من أعظم ما ينبغي أن يستعمل في دعوة أهل الكتاب، وهو أننا في الحقيقة نأمرهم بدين أنبيائهم وأنبيائنا كذلك فهم أنبياؤنا، فنحن نأمرهم بدين المسيح لا نأمرهم بترك دين المسيح، بالعكس نحن نأمرهم باتباعه ونأمرهم بالتصديق به نبيا رسولا عبدا لله عز وجل داعيا إلى الله مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا نأمرهم باتباع دين موسى لأن دينهم هو الإسلام. فقال المقوقش إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهور فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى وسأنظر. إخراج الخبئ الإخبار بالغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالغيبيات الماضية والآتية، أخبرهم بما يكتمون من الكتاب ويعفو عن كثير، وأخبرهم بأخبار أنبيائهم على الحق كما جرى، وأخبرهم بفصل ما بينهم، وأخبر بما هو آت من أمور القيامة ومن أحداث تقع قبلها، كلها وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والإخبار بالندوة بما في نفوس الناس، فهو يأمر بما هو عظيم لا يأمر بمجهود فيه بل يأمر بما يرغب فيه، لا ينهى عن مرغوب فيه بل ينهى عما
يرغب أهل العقل والفطنة والإيمان عنه من الأمور الخبيثة القبيحة، فهو أتى بشريعة كاملة وأتى بأعظم أوامر ونواهي، وليس بالساحر الضال صلى الله عليه وسلم ولا بالكاهن الكاذب. هذا قارب أن يؤمن ولكنه لم يفعل، فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النص هذا خصوصا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم لا أعلم صحتها والله أعلم. قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد ابن عبد الله من المقوقس عظيم القبض سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. بقى التعريض أنه ليس أنت وليس صريحا في التجريب، ولكنه قال كنت أظن أنه يخرج بالشام، والحقيقة أن ملكه يكون بالشام وأن ملكه يمتد إلى إيه؟ إلى الشام، وأن في آخر الزمان يكون عقد المؤمنين بدار الشام. يعني هذا الذي، لأن الأرض الملاحم هي أرض الشام، وهذا متفق عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين، إن أرض الشام حول بيت المقدس سوف تكون أرض الملاحم الكبرى قبيل الساعة، هذا أمر لا شك فيه، ولكنهم أخطأوا وظنوا أنه لابد أن يكون مخرجه في الشام. قال وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبها والسلام عليك، ولم يجد على هذا ولم يسلم. والجاريتان ماريا وشيرين، والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا سرية له، سرية هي الأمة الموطوءة، ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم كما يروج لذلك المعاصر، كثير من المعاصرين ترويجا لمنزلة أهل مصر. أهل مصر لهم يعني فضائل كثيرة، يعني من أعظمها أن لهم ذمة ورحما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرحم أم إسماعيل منهم. وماريا لا شك أن ذلك إكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سرية ولد له، لكن لم تكن زوجة. ونحن لو أنه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها زوجة لقلنا لا، لكن معلوم أنه مات عن 9 نسوة، كان يقسم لثمان ولعائشة يومين، ولم يقسم لماريا قط، وإنما اتخذها ملك يمين يطعوها بملك يمين عليه الصلاة والسلام، وأسلمت وحسن إسلامها. يقول وهي التي ولدت له إبراهيم ابن النبي عليه السلام. وأما سيرين فأعطاها لحسان ابن ثابت الأنصاري. قال الكتاب إلى كسرى ملك فارس. الحديث هذا قبول هدية قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس دليل على جواز قبول هدية الكافر إذا كان يراد تأليفه أو لمصلحة من المصالح. فأما إذا كان الكافر يريد بالهدية الموالاة كان يهديها للمسلم في يوم عيده ليقرر صحة عيده مثلا، أو يريد بالهدية أن يبادله أن يكون المسلم يبادله بها حبا وودا وموافقة على ملته وعلى باطله ويصحح طريقته، فهذا لا يجوز بل يجب أن ترد. ولذا ورد في الحديث الصحيح في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رد هدية مشرك قال نهيت عن زبد المشركين. وأحيانا قبل عليه الصلاة والسلام هدية مشركين منها هذا، وليس العبرة بأن هذا كتابي وهذا وذاك مشرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك مشعان عنده غنم قال أبيع أم هبة، قال بل بيع، فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاتين، فدل ذلك على أنه كان يمكن أن يأخذ منه هبة. فيجوز قبول الهبة والهدية من الكافر كتابيا كان أو وثنيا إذا كان يرجى بذلك تأليفه أو سد
او يعني سد مفسدة او دفع مفسدة ومضرة او اي مصلحة شرعية، وينهى عن قبولها اذا كانت شعارا للكفر او اذا كان يراد بها المودة والموالاة، والله اعلم. فالهدية يمكن ان تكون اهداء وقبولا من باب الاحسان والبر وليست من الموالاة، ويمكن ان تكون من الموالاة، فينظر الى ما تقترن به الهدية من عمل ومن حال للمهدي والمهدى اليه، والله اعلم. الكتاب الى كسرى ملك فارس. يقول: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى ملك فارس، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وادعوك بدعاية الله فاني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فاسلم تسلم فان ابيت فان اثم المجوس عليك. الله عز وجل انزل الذكر على محمد صلى الله عليه وسلم وارسله الى الناس كافة لينذر من كان حيا في قلبه حياة، لتدعوه إلى موافقة الفطرة والإيمان والتوحيد، ومن أبى فهو الميت قد حق عليه القول، لم يظلمه الله عز وجل، وجب عليه العذاب بالحق، حق القول على الكافرين بعد إقامة الحجة وبلوغ الدعوة، لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى، فقد وجب عليه العذاب، لكن حكمة الله عز وجل أنه لا يعذب إلا بعد بلوغ الرسالة وبعد قيام الحجة وانتفاء المعاذير، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بالحق وجب العذاب، لا بالظلم ولا بالتجاوز، هو عز وجل ما عذبهم إلا بعد أن كفروا وعملوا ما استحقوا أن يعذبوا به. قال: واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلا من رجالته أم بعث عبد الله السهمي، وأيا ما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، وقال في غطرفة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمي قبله، عشان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ده عايش في الوهم، يكتب اسمه قبلي كما ذكرنا، عايش في الوهم أنه يتصور الجزيرة العربية بتاعته وأن هو ده واحد من الرعية، والعياذ بالله من الغرور والكبر والإعجاب بالنفس، وقولة عاد الأولى: من أشد منا قوة، والعياذ بالله، هؤلاء والله أجدر بأن ينزل بهم القوة. قال: ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وسبحان الله أن ملك الروم هرقل حفظ الكتاب إلى أن بقي إلى زماننا، وأبقى الله عز وجل له شيئا من الملك، وكسرى لما مزق الكتاب مزق الله ملكه بالكلية، ولم يبقى لأهل الفرس يعني الفرس إلا الأحقاد على أهل الإسلام، ويعني لم يعد لهم وجود، أبيدت الدولة بالكلية ولم يعد لها أي يعني نوع من الملك. وهذا من معجزات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، وبالفعل مزق ملكه، وهو نفسه قد قتله ابنه، وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيان به، من ضمن الوهم أيضا، ومتصور أن الرسول اثنين كفاية حلوها يجيبوه، والعياذ بالله. فاختار باذان رجلين ممن عنده، والآخر أيضا يعني يتصور هذا الوهم، قهرمانه
بانويه وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خرخسرو من الفرس، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما إلى إسراء. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما إن شاه شاه، معناها ملك الملوك، كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه به بك، من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي. وقال قولا توعده فيه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا. انظر إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين يتوعدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، وقد أعزه الله عز وجل على من حوله، لأن هذا كان بعد الحديبية. يقول وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه ابن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة 7، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك، فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقلنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم أخبراه ذلك عني. ده يقول لحما زعلانين من القهوة من كده، إن أنت كتبت باسم قبل اسمه فقط، وإزاي تدعوه إلى دينك ونحو ذلك. فقال نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحفر، اللي البر كله، الخف والحفر بيوصلوا لغاتفين لغات حدود البحار، يعني كل الأرض سوف يبلغها دين الإسلام، بل أعظم من، يعني الخبر ورد في الحديث الآخر أعظم من ذلك في البحر أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة الأرضية كلها. قال وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن، والحمد لله. هذه القصة فيها عدة معجزات من معجزات النبوة ظاهرة، والله أعلم وأعلم. وحسن إسلام باذان وظل مسلما. الكتاب إلى قيصر ملك الروم، الكتاب يعني في هذه القصة، قصة رائعة جميلة رواها الإمام البخاري في صحيح. روى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا هو الكتاب المحفوظ نصا بهذا الحديث الصحيح، وكذلك كما ذكرنا هو محفوظ يعني بذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون فلاحوا العجم، الفلاحين من العجم، وعامة شعبه كانوا من الفلاحين من الروم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب دحية ابن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، يدفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس
أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، إيلياء هي بيت المقدس. كان قيصر جاء إذاك في إيلياء في بيت المقدس من حمص شكرا لما من الله عليه من إلحاق الهزيمة الساحقة بالفرس، وكانت الفرس قد قتلوا كسرى درويز وصالحوا الروم على تسليم جميع ما كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر، وردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه، سموه صليب الصلبوت، يعظمونه جدا يعني. هذا الصليب اللي رفعوه على بيت المقدس لما أخذه النصارى في عهد الحروب الصليبية. فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء سنة 629 سنة 7 من الهجرة يضع الصليب في موضعه ويشكر الله على هذا الفتح المبين، وجاء ناشيا من حمص. سأل هرقل عن أناس من قوم هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم في الشام، فدعاهم إلى مجلسه، فوجدوا أبا سفيان وجماعة من كفار قريش كانوا تجارا، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. هم وراه هم شايفهم، فقال لهم يشاورهم ويقولهم إذا كان أبو سفيان كذب يخبره هرقل بأنه كذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. الصدق عندهم صفة إيه؟ فاضلة، ويأبون الكذب. وهو أصلا كان مطمن إن هم مش هيكذبوا ولا حاجة، إن اللي وراه هيسمعوا الكلام ولن يكذبوا، إنه أبو سفيان زعيمهم، ولكن لا يريد أن يؤثر عنه أنه قد كذب في هذا الموطن. ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني ادعى النبوة. قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. إنه هو يقول لا ندري، هو ما يقدرش يقول على رسول الله إنه إيه؟ إنه يغدر وإنه يكذب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه تجار، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. الأسئلة تدل على ذكاء شديد وعلى فطنة ومعرفة بصفات الأنبياء، وسبحان الله الهادي لم يكتب له لذلك. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، يبعثهم الله جل أشرافا في النسب ليكون ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم. قال: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا؟ قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، المقلد يريد أن يقول يعني يجدد قولا قيل قبله بالدعاء النبوة. العرب لم تعرف
الأنبياء منذ زمن عيسى صلى الله عليه وسلم على الأقل، بل لا يعرف أصلا يعني نبي منذ قرون قبل ذلك، وإنما اتبعوا تشريع عمرو بن لحي الذي عبد الناس إلى الأوثان للأوثان وسيب السرائب وبحر البحار، فلم يعرف للعرب نبي. وبذلك قال عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أتاهم من نذير من قبلك. نعم لم يأتيهم نذير خاص بهم، إنما بلغتهم دعوة الأنبياء من حولهم السابقين، وأما نبي خاص بهم بعد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فنحن لا نعلم على وجه الجزم واليقين. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب ملكا قط ولا سعى إلى إقامة ملك وإنما سعى إلى إقامة الدين. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فهذه سنة الله عز وجل أن الضعفاء هم الذين يتبعون الرسل في أول الأمر، يعني ذلك له حكم عظيمة لتكون المنة لله وحده لا شريك له. فإذا مكن لهم لم يقل أحد بقوتي أو جهادي أو جهدي قام هذا الدين، يكون له منزلة أو سلطان أو نحو ذلك لأجل قوته، كما وقع ذلك في أمر النصرانية، فكان للتمكين بقسطنطين لما كان ملكا أثر في تحريف النصرانية، لأن قسطنطين هو الذي فصل في النزاعات العقدية رغم أنه كان حديث الدخول في النصرانية. أما إذا كان الضعفاء هم الذين يتبعون فذلك لكي تكون المنة لله وحده لا شريك له، وإذا من عليهم عرفوا قدر نعمة الله وشكروها. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. سنة الله الماضية أن الإيمان يبدأ في قلة وفي ضعف ثم ينمو تدريجيا كما ينبت الزرع بالتدريج إلى أن يصبح شجرة يانعة الثمار بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس يستعجلون ويريدون أن يروا الثمرة بمجرد وضع البذرة، لكن أهل الحق يزيدون إلى أن يكتمل الإيمان، والله المستعان. قال وسألتك أرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وذلك أن الإيمان حلاوة، فإذا خالطت القلوب حلاوة الإيمان وجدت هذه اللذة ووجدت هذا الطعم وهذه الحلاوة تتمسكت به أعظم تمسك مهما تعرضت للمحنة، وجدت ما كانت تفقده قبل ذلك. القلب الإنساني مفطور على الميل إلى الله وإلى توحيده عز وجل وإلى محبته سبحانه وتعالى، وهو إذا وجد ذلك علم السعادة الحقيقية ووجدها في هذه الدنيا قبل الآخرة. فمهما حصل له من أمر من الفتنة والابتلاء والآلام فإنه يصبر ولا يرتد سخطة عن دينه. ولذا لا يستطيع الكفار أن يجعلوا أحدا يرتد سخطة عن الإسلام وقد ذاق حلاوة الإيمان. لا يجدون وسيلة إلا الوسائل الدنيوية الحقيرة، لا يجدون إلا وسائل الترغيب والترهيب، وسائل الترغيب بالمال من أن يدفعوا إليه مالا أو يزوجوه أو يوسعوا عليه، والترهيب من أننا سوف نفعل بك كذا وكذا من أنواع العقاب والسجن والاضطهاد والتعذيب. ومن وجد حلاوة الإيمان لم يلتفت إلى ترغيبهم ولم يعلق بترهيبهم،
يعني هم دخلوا إلى كثير من البلاد التي ينصرون فيها الناس من خلال العطاء ومن خلال الدنيا، ولا يمكن لأحد مسلم أن يرتد عن الإسلام سخطة للدين أبدا. كيف يترك الحق الواضح الجلي الذي تقبله الفطرة السليمة إلى الباطل الذي تأباه النفوس والذي لا تعقله عقول البشر ولا تدرك أبدا إلا أنه مستحيل متناقض لا تعرف إلا ذلك؟ لا يمكن أن يرتد أحد سخطة عن دينه، عن دين الإسلام. قال: فكذلك الإيمان حين تخالط وشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك لماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا دليل على علم أهل الكتاب بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن ملكه سيصل إلى تلك البقاع، وقد كان ما قاله أبو سفيان حقا، وقد وقع ما قال هرقل حين بعد سنوات معدودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خبروه كان في زمن، في هذا الزمن سنة 7 من الهجرة، كان كسرى بيقول بعثوا له رجلين يجيبوه، يعني يظن ان هو حاجة ليس لهجا. بعد 6 سنوات من هذا التوقيت ملك المسلمون كل بلاد كسرى، وملكوا بعد 7 سنوات ملكوا الشام بأسره ومصر، وملكوا كل وعلى سلطان الإسلام، ونودي بالأذان وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل هذه البلاد في 6 سنوات من هذا التاريخ فقط بقدرة الله عز وجل. القوتين العظميين في ذلك الوقت زالتا بفضل الله عز وجل بحكم الله سبحانه وتعالى بأسرع ما يتصور إنسان. قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، دليل على أن أهل الكتاب كتبوا كثيرا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقوقس يقول قد كنت أظنه إيه في أهل الشام. طب فين بقى لغاية النهاردة طلع من الشام؟ لغاية النهاردة ما فيش نبي طلع. والهرقل أيضا يقول لم أكن أظنه أنه منكم، ففي نفس الوقت لم أين هذا النبي الذي كان بعده بأزمنة؟ لم يقع ذلك، دليل على أنهم يعلمون أن ذلك الزمن يخرج فيه نبي، ومع ذلك لم يؤمنوا إلى زمننا هذا. يقول: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. خاف على نفسه من الروم، ولكن هذا ليس بعذر، ولو أراد وصدق لخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن صادقا فيما قال، وإن كان قال كلاما حسنا. سبحان الله، تجد أن كلام المقوقس وكلام هرقل أقرب من كلام كسرى، وكذلك كان كلام النجاشي أقرب من كلامهما، وهو المقصود ب ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، أو أمر بنا فأخرجنا، كلام أبو سفيان. قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وجد بن غالب الخزاعي جد وهب بن عبد مناف، جد من جهة الأم، جد وهب بن عبد مناف من جهة الأم ليس من الرضاعة، ووهب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم. كان أبو كبشة مشركا فذهب إلى الشام فتنصر، فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم دين قريش وجاء بالحنيفية شبهوه به ونسبوه إليه للتعيير، والله أعلم. قال: لقد أنير أمر ابن أبي كبشة، أي اشتد أمره، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله علي الإسلام.
الحمد لله. يقول هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية ابن خليفة الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحية بحسمة في الطريق مكان لقيه ناس من جذاب فقطعوها عليه، قطعوا المال والكسوة فلم يتركوا معه شيئا، قطعوا الطريق وأخذوا المال والكسوة فلم يتركوا معه شيئا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة وهي وراء وادي القرى في 500 رجل، فشن زيد الغارة على جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير، من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 والسبي 100 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، لكنهم نقضوا لما قطعوا الطريق على الرسول على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمه. فأسرع زيد ابن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه فأمر برد الغنائم والسبي، يعني على من أسلم وأعان على قطع الطرق. وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية وهو خطأ واضح، فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، ولذا قال ابن القيم هذا بعد الحديبية بلا شك. أقول قولي هذا واستغفر الله. كلمة التبشير على الاصطلاح، والصواب أن يقال التنصير طبعا، ولكن كلمة التبشير نقولها على اصطلاحين، فهم يعني يسمون دعواتهم الرسولية تبشيرا حتى صار هذا الاستعمال غالبا، لكن الصواب أن يقال التنصير والدعوة إلى الشرك. يريد توضيحا بالدلائل أن الإسلام ليس هدفه منع الخيلاء فقط. الحديث الصحيح أن الإسلام متعمدا هو من الخيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وإسلام الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. ولكن الذي ورد في من يسترخي إزاره من غير قصد منه هو حديث أبي بكر، حيث قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. فمن كان كذلك كان يسترخي منه ثوبه حتى ينزل إلى تحت الكعبين دون قصد، فهذا يقال له لست ممن يفعله خيلاء لأنه لم يقصد. وأما إذا تعمد إنزاله تحت الكعبين فهو خيلاء والله أعلم. جواز السجود الدليل على جواز الصلاة مع لبس النعاس. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما دخل في الصلاة خلع عليه فخلع الناس نعالهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا ولنك خلعتنا عليك فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما خبثا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحه في الأرض ثم ليصلي فيهما. وقال عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصلون في النعال فخالفوه. أورد بعض النصارى شبهة في قول الله تعالى
فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن في هناك خالق غيره، هذا من أضعف الشبه. وذلك أن الخلق يطلق على معان منها التشكيل والصناعة كما هذا في اللغة، وإن كان هذا ليس مستعملا في اصطلاح الناس في الأكثر في الأغلب العام، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فالذي يصنع التمثال يسمى يخلق، وهو يضاهي بخلق الله، ولا يستطيع أن يصنعه كما خلقه الله عز وجل، لا يستطيع أن ينفخ فيه الروح. فخلق الله عز وجل غير خلق الناس، وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون إفكا، كما يقال هذا قول مختلق، يعني قول ماذا؟ مكذوب مرفق، الناس اختلقوه يعني قالوه من غير أصل. فهذا تستعمل كلمة اختلق وخلق بمعنى صنع وأتى بالشيء على غير ما كان عليه قبل ذلك. ويقال خلق العسى أي سواها. وقال عيسى عليه السلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. إذن التسوية والتشكيل تسمى إيه؟ تسمى خلقا. إذن هناك خالقين، لكن ليس من خالق كخلق الله عز وجل للخلق. ليس صفة الخلق في حق الله كصفة من يوصف بها من المخلوقين، كما أن الله سميع والبشر يسمعون، فهل سمع الله كسمع الناس؟ ليس كذلك. الله عز وجل صفاته تليق بجلاله وعظمته. ثم قل له: أتعتقد أنت على عقيدتك أن هناك أكثر من خالق؟ ألست تزعم أن الثلاثة واحدة؟ مش أنت تقول الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ مش أنت تقول أنت عن نفسهم واحدين؟ طب هم يفرحوا بحاجة زي كده دي وهم معتقدين أنه هو واحد؟ ثم إنهم لا يستطيعون أن يقولوا أن عيسى خلق. لا، لماذا؟ لأنهم يقولون في نص قانونهم: نؤمن بإله واحد الآب خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، أو ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى. يبقى لما جم يتكلموا عن مين الخالق قالوا على مين؟ على الآب، تعالى الله عن قولهم وتسميتهم. لما جم على الابن ما قالوش عليه الخالق، وإنما قالوا: نؤمن بإقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، أو نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا. ما نسبوش له خالص صفة الخلق، بل نسبوا إليه التجسد ونسبوا إليه الصلب وكل الضلالات والعياذ بالله، وأثبتوه إله من إله. بل إله الأصل إيه؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك محدش يختلف إن هم لما يقولوا الآب هم بيقصدوا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، محدش هيختلف على دي. وده دليل على بطلان ما يقوله ويعتقده هذا المفتري الكذب الذي يحاول اتباع المتشابه على أمثاله. هو متشابه على أمثاله من أهل الزيغ والضلال. ما معنى الدخ في حديث ابن صياد؟ حديث ابن صياد وهو غلام من غلمان اليهود، صافي ابن صياد، كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسيح الدجال، أنه ربما صار المسيح الدجال في كبره، إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ورود الدجال في إحدى جزائر البحار الشرقية، لما أسلم تميم الداري رضي الله عنه وأخبره عن رؤيته للدجال في إحدى جزائر البحر. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن ابن صياد دجال، وهو كان دجالا بلا شك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف حقيقة أمره، فأتاه وهو في جماعة من أصحابه وقال له: خبأت لك خبيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم في نفسه وأخبر بعض أصحابه بآية الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ليختبر حال ابن صياد وما يأتيه من الكهان أو نحو ذلك.
فقال خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعد وقدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجبه بجزء من الكلمة اللي هي كلمة الدخ اللي هي جزء من كلمة الدخان علم أن قارينه لم يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وإنما سمع الكلمة فقط، فلم يستطع أن يأتي بالآية كاملة وإنما بلغه بجزء صغير. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دجال من الدجاجلة يأتيه رأيه من الجن أو قرينه من الجن فيخبره ببعض الأمور. وقد كان ابن صياد باتفاق دجالا من الدجاجلة وإن أسلم، ولكنه كان منافقا والعياذ بالله. فإنه بعد إسلامه فعلا قد قصد من المدينة إلى مكة وحج وأظهر الإسلام وولد له، وهذا يؤكد أنه ليس هو الدجال، لأن الدجال لا يولد له، والدجال كافر معلم بكفره، وابن صياد أعلم إسلامه. لكن قال لو عرض علي لم أرفض، لو عرض عليه أن يكون ذلك الرجل هو الدجال لما رفض، وهذا لا يصدر من مسلم. فظهرت زندقته وقال والله إني لا أعلم أباه وأمه وأين هو الآن. يعني إذا كان هناك علاقة بينه وبين الشياطين التي تبلغ بخبر الدجال. كيف نعم؟ لامه وبعد ما أسلم كان بيقول الكلام ده، يبقى ده منافق. بعد ما أسلم بيقول لو تعرض علي أن أكون أن هو يكون الدجال كان يقبل. ها الصحابة منه مسكوا ابن عمر ضربوا ضرب لما انتفخ عينه كانت قد أصابها عور. فقال له ابن عمر رضي الله عنه في الطريق، فقال ما أصاب عينه؟ فقال لا أدري. فقال لا تدري وهي في رأسك؟ فضربه عمر رضي الله عنه بعصا لم يشعر ابن عمر حتى انتفخ وملأ السكة سد الطريق، وده من خوارق العادات، ولم يشعر ابن عمر حتى لامته حفصة رضي الله عنه في ذلك. وكان الصحابة يكرهون مجالسته حتى بعد إسلامه. ويعني جابر رضي الله عنه لما جلس بجواره وقد قال الحر شديد فاذهب بمتاعك إلى شجرة أخرى، فكان الناس يعني يكرهونه. واختفى ابن صياد ولا يعرف عنه شيء. لما هو ده الحديث اللي هو بتاع تميم الداري، حديث تميم الداري اللي هو رأى فيه ورسولان صدق تميما على أنه رأى الدجال في إحدى جزر البحار الشرقية اللي جهة المشرق. اللي بقى شوفوا الجزر الكتيرة اللي عمالة تظهر وتختفي دي، في واللي هي موجودة أصلا في المحيط الهندي، في المحيط الهادي، الله أعلم، جزر مهجورة كتيرة جدا من في إندونيسيا في المحيط الهندي، جزر الله أعلم بها. فالمسيح الدجال موجود في إحدى هذه الجزائر. كان عمر يقسم على ظنه واجتهاده. الرسول صلى الله عليه وسلم بين بعد كده أن هذا ليس هو، خصوصا مع زي ما قلنا أن الرسول قال إن الدجال لا يولد له، حديث جابر، بس تولد له. إن صياد ولد له، فطالما ولد له يبقى ليس هو الدجال، هو دجال من الدجاجلة. أخوه يعمل في تصليح الكمبيوتر، كمبيوترات في شركة تستورد السجائر والسيجار والنظارات وأشياء أخرى. أعطوه ميدالية وتيشيرت أعطاهم له، هل يستعملها أم لا؟ هو يجوز له أن يأخذها لأن ماله مختلط ومال أخيه مختلط أيضا على قدر نسبة السجائر والنظارات. السجائر والسيجار محرم، ونشاط الشركة فيه محرم وفيه مباح، النظارات مباح. حكم السبحة خلاف الأولى، ومن العلماء يقول بدعة، والراجح إن شاء الله أن السبحة خلاف الأولى، وأن الأفضل أن يستعمل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد التسبيح للأنامل وقال إنهن مستنطقات. ها حديث ايه؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان في انكاره على القوم الهيئة التي جلسوا بها، وان واحدا يقول لهم سبحوا مئة
وليس على مجرد الحصى. فالهيئة التي جلسوا بها هيئة منكرة، جلسوا حلقة بين أيديهم حصى على رأسهم رجل. دي الكيفية المتكاملة في هذه البناء. علشان هو بيعملوا كده عشان بخلاف السنة، الهيئة على بعضها. أما أنه يعدها لكونه يختلط عليه العبد فالأقرب الله أعلم أنه خلاف الأول. ها؟ الأنامل الأصابع، أطراف الأصابع يعقدها بيها، يعني يجعل آخر العدد على الأطراف. مفيش معنى أنه يعمل ثلاثة بس بيخلص الثلاثة دول، الثلاثة دول لما يخلص دول يخلص 15، فبيعقدها برضو بالأنامل. يعني مش لازم يعمل على الواحدة ثلاثة زي ما تكلف البعض في زماننا. هو لو عملها على ثلاثة كده أطراف الأصابع هي اللي بيتعدى عليها، اللي بيعقد بها التسبيح. هل يجوز صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ يجوز ذلك لا على سبيل المواظبة والترتيب، يجوز أحيانا، كما صلى حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصلى ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصلى ابن مسعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في قيام الليل، فهذا دليل على جواز أن يفعل أحيانا. هل يجوز صلاة الضحى جماعة أيضا بغير مواظبة وترتيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار مالك لما زار عثمان بن مالك رضي الله عنه صلى جماعة لأصحابه في صف الضحى، فيجوز أن تصلى جماعة أحيانا. أما إذا واظبوا عليها وجعلوها مرتبة على الدوام فهي التي أنكرها ابن عمر وجعلها بدعة. أفضل طريقة لحفظ القرآن التكرار والمراجعة الدائمة، التعاهد واستعماله والقيام به في الصلاة. أقل وقت لختم القرآن لا يكون كروته ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. الحفظ لا، اللي ربنا قدر عليه، نتكلم على الختم اللي هو القراءة. هل هناك دعاء مأثور في سجود السهو والشكر والتلاوة؟ التسبيح اجعلوها في سجودكم، طبعا المقال في الحديث لكن يشهد لصحة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى، ولم يحفظ دعاء مأثور في السهو والشكر غير ذلك. وأما التلاوة فقد ورد حديث الله الشجرة اللي هو دعاء الشجرة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ها؟ بعد التسبيح. ما الجمع بين الأول لا يجوز الإكراه على وقوع ضرر بنفس أو عرض الغير، وما حدث في حديث الغلام حيث أخبر عن الراهب؟ فالجمع بينهما الإكراه الممنوع الذي لا يجوز لا يعتبر في أن توقع الضرر بنفسك، في أن تقتل أو تعذب مسلما، أما هنا فكان في الدلالة مجرد الإخبار عنه، لم يباشر هو بنفسه. التكلم بالاسم أو المكان لا يصبر عليه الإنسان، ولذلك عفي عنه في ذلك. أما المباشرة باليد والضرب والتعذيب والقتل فإجماع لا يجوز ذلك. الكلام على الدلالة يختلف، ولذلك كان الجاسوس يختلف عن المقاتل. إذا تجسس حاطب تجسس للمشركين وأخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يخرج في القتال، لما خرج أناس في القتال قتلوا ببدر كفار. لما خرجوا في مشاركين بالقتال يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قتلوا ببدر كفار. إذا كان فاعل المنكر والمحتسب رجل أو العكس، هي العكس بقى. فما حكم الحسبة؟ هل لو ترك الرجل الحسبة
يكون باب فعل أقل الإثمين؟ لا، بل ينكر وينصرف، يقول كلمة وينصرف. لو هي متبرجة مثلا حجاب فرض ولا يمنع من الاحتساب مع غض البصر. قاعدة إذا لم يزل المنكر فزل أنت، هل هي أصولية متفق عليها؟ وهي مثل قاعدة الاعتزال الواردة في بعض الأحاديث. هم يحتجون بالآية، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه القاعدة دليلها الآية الكريمة. هدي السلف بالنسبة لتقديم الحج على الزواج أو بالعكس حسب وجوب الزواج، فإذا كان الزواج واجبا يخشى نفسه من الفتنة فيقدم الزواج، وذلك لأنه وجب عليه الآن وعنده الباءة والقدرة فليفعل. فإذا جاء وقت الحج وقد أنفق الأموال في الزواج لم يكن مقصرا. أما إذا كان يستطيع الصبر وجاء وقت الحج وهو واجب عليه فليقدم الحج لأنه أمر بتقديمه، أمر بتعجيله، يظهر مع تعب خلاص. ما الرسول قال: من استطاع منكم الحج فليتزوج. حكم الاستخارة في عدة أمور متفرقة، لا مانع من أن يدعو بها جميعا. طبعات الفتاوى لابن تيمية متقاربة، إذا كانت اللحية تزيد على القبضتين وأحيانا بعض الشعرات تتحد مع بعضها، هل تسريح هناك إثم في قطع هذه الشعرات؟ فليس عليك إثم في ذلك، بل إذا زادت عن القبضتين ليس عليك إثم في أخذ ما زاد، والأفضل أن يكون ذلك عند الحج والعمرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. هل هو دليل على أن العمل نفسه يوزن أم ثواب العمل؟ هذا الحديث دليل على أن العمل نفسه يوزن، أما ثواب العمل فقد ذكروا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة. فهذا في ثواب العمل، وكلمة ثواب العمل كلام قليل من كلمة العمل نفسه. طلقت امرأة وبانت بينونة كبرى، هل يحل له لزوجها أن يتزوجها أن يتزوج ابنة أختها في عدتها؟ نعم، يجوز ذلك، لأنها إذا بانت بينونة كبرى فليست بامرأة لها. ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ البيعتين في بيعة لها عدة صور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، منها أن يعرض ثمنا واحدا لمسمونين وينصرف على ذلك، يقول له: أخذت منك هذه أو هذه بعشرة، يقول له قبلت، ويقول له بقى اختار انا اللي عايزه انا ايه. يجوز ان يعرض كذا سعر كذا سلعة، ولكن ينصرف على واحدة فقط، يعقد العقد على واحدة فقط، او يعرض ثمنين لمسمون واحد، يقول له هو نقدا بكذا وتقسيطا بكذا، وينصرف على ذلك، يقول له قبلت، لو جبت لك الفلوس دلوقتي هتبقى 10، لو تأخرت لغاية بكرة هتبقى 12، لو تأخرت بعد وقت 14، أو بقى قس على ذلك بقى تبقى سنة أو سنتين، ويجيبها له في أي وقت يحسب له الفايدة ويخلص اللي فاضل بالتنقيص. يبقى كده عرض عدة أثمان لإيه؟ لمسمون واحد. طب ينفع إن هو يعرض كذا ثمن بس يتفق على واحد بس؟ أيوة نعم، لا حرج، إنه ما هياش بيعة إلا إذا كانت إيجاب وإيه؟ وقبول على الحاجتين، بس مش بيعتان، من باع بيعتين، لأنه عرض ثمنين أيوة، لكن لما جه اتفق على إيه؟ على حاجة واحدة، لغى التانية، قال له أنا هاخدها بالتقسيط، يبقى ما يتغيرش بعد كده. وهناك
ثمانين بمثمونين، يقول له بيعني هذه بعشرة على أن أبيعك هذه بخمسة، شرط البيع لي في البيع لي. هذا لا يجوز، دي لازم تكون بيعة منفصلة زي ما تم عند الجوهرجية. يقول له خد الذهب القديم بكذا على أني هشتري منك ذهب جديد بكذا. نعوذ بالله. هل يجوز استبدال الأجهزة الكهربائية قديم بجديد دفع الفرق؟ نعم، في بيعة واحدة مش بيعتين في بيعة دي، ولكن هذا الأمر في أشياء غير الربوية ومنها الأجهزة الكهربائية، لأن الربويات هي النقود والذهب والفضة للأثمان أو المطعومات. فأما غير المطعومات وغير النقود فيجوز التفاضل بينها. رجل اشترى من آخر جهاز للتقسيط، ثم بعد شهر قال المشتري البائع باع وتعجل. هو ده اللي بنتكلم عليه، من ضاع وتعجل في الحقيقة جعلتها من باب بعدين جرايا، وضاع وتعجل في الحقيقة بمجرد ما هو اتفق معه. يعني ضاع وتعجل يعني يقول له دلوقتي انت ليك عندي 100 جنيه متقسطة، تاخدهم دلوقتي 80 ونخلص، تتنازل عن كام وتاخدهم؟ يقول له 80-70 واتفقوا على ذلك. هذا محرم على الصحيح وإن خالف فيه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه بمجرد أن عقد العقد صار مدينا بمئة، ماشي؟ المئة دي لا يجوز أن تباع بثمانين، حالة مئة مؤجلة، مئة بالتقسيط يبيعها بثمانين حالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا منها بناجز. وما ينفعش نقول له ده ثمن السلعة، لأن السلعة اتباعت خلاص وملكت، فمش ده مش ثمنها. يا اما لو قلت ثمن السلعه يبقى دخلت في بيعتين في ايه؟ في بيعه، فما ينفعش. هي دخل فيها الربا، دخل فيها الربا. فهو يجيب له المية كامله، ولو الراجل من نفسه قال له خد 30 خد 20 جزاه الله خيرا، ده من باب التيسير على الايه؟ على الذي يعني يقضي الدين. زي بالظبط كده، لو انت استلفت من واحد 100 على ان تردها 120 بقت ربا محرم. لو انت اتفقت هتستلف 100 وهترجعها 100، وجيت لما جيت تردها قلت له اتفضل جزاك الله خيرا ارجحنا وزدنا وخد 120 من غير اشتراط، يبقى جائز، لان الرسول قال زين وايه؟ وارجح. معانا كده؟ احنا مش لاحقين نجاوب. دي بص قد ايه؟ لا، ما ينفعش واحد يشترط، ولا ده يشترط ولا ده يعرض. ما يقولوش طب هاتهم دلوقتي وخليهم 80، اي حاجه على سبيل الاشتراط محرمه في ذلك. زي ما بالظبط ما ينفعش يقول له هات 100 وهديهم لك 120، ولا ينفع يقول له تاخد 100 واديهم لك 120 وتديهم لي 120. يعني ما تفرقش مين اللي هيعرض. معانا كده؟ طالما ان الامر بيتم على سبيل الاشتراط. فهمة؟ ما انا عارف والله، أنا الصورة دي ما هو مش فايدة، دي بس مش فايدة. لما بيزود له بالتقسيط دي ثمن البيع بالتقسيط، ما ينفعش التاجر هو اللي يعرض انه يقول نقص وهاتهم، ولا ينفع المشتري هو اللي يقول له ضاع وتعجل. الاثنين تبيع على سبيل الاشتراط لا يجوز. زي ما ينفعش ان واحد يستلف من واحد يروح يقول له جيب لي 100 وهديهم لك 120 هو اللي بيعرض، ولا ينفع الراجل اللي بيقرض يقول له تاخد 100 وتجيبهم 120، ده حرام عليه وده حرام عليه. معنى كده؟ فلا يجوز للتاجر انه يقول له هاتهم 80 والغي عنك الباقي، ولا يجوز للراجل المشتري يروح يقول له تاخد 80 وتسقط الباقي بقيت 100. ما يجوز لا دي ولا دي. اللي يجوز ان يجيب له 100 كاملين يقول له حقك اهو جزاك الله خيرا، لو عمل له حاجه من نفسه يبقى خلاص.
بعض الإخوة يقول دعاء كفارة المجلس وأجل سورة العصر لا بأس، لأن الحديث أظن حسنه بعض أهل العلم. طريقة ذبح الرهائن بالسكين، السنة ضربة واحدة لمن جاز قتله، لغير المعصوم، لمن شرع قتله ضربة واحدة بالسيف، وليس الذبح بالسكين التلمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نسأل الله أن يهديهم سبل السبيل. أخ سمير حارث يدعوكم لعقد زواجي يوم الجمعة القادم 2 محرم مجلس الخلفاء الراشدين بعد صلاة المغرب. هل يجوز حلق الشارب مع إطلاق اللحية؟ قص الشارب والسنة وليس حلقه. هل يجب على من به وشم أن يزيله؟ هل حتى لو كانت الإزالة تصيب بأضرار في بدنه؟ الحمد لله أن الطب قد تقدم وأصبحت إزالة الوشم لا تصيب بضرر، فإن كان قادرا على دفع أجرة الطبيب لزمه إزالته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.